نرجع مره تانية مع حضراتكم، وندى ايهاب صديقه لينا اول مره تيجي. اهلا وسهلا بيك يا ندى، نورتينا. منورانا يا ندى. وندى منى النهارده عامله لنا لحم بالصحن وعامله لنا حاجه اسمها حلا، صح كده؟ نوعيه الاكل دي ايه؟ اللحم بالصحن دي سوري. سوري. والحلا سعودي. سعودي، اوكي. ودي طب انت اتعلمتيهم ازاي؟ انا اتعلمتهم من واحده سوريه كانت السعوديه، كانت جارتنا، واللحم السوري كانت برضو جارتنا. فهم جارتين، واحده سوريه وواحده سعوديه. طيب نلحق نعمل بسرعه لحمه اللحم صح. بتقولي مقادير؟ طيب تمام. هو اللحم صح، هناخد كيلو لحمه، اربع بصلات، بس يكون الدهن فيها كتير. تمام. وعندنا اربع بصلات، و ملح وفلفل اسود، بهارات، وقرفه، وجوز الثيم. وعندنا الصوص اللي عليه من فوق اللي هندخله بعد ما يستوي، اربع زبادي واربع طحينه. كل كوبايه زبادي، كل علبه زبادي عليها معلقه طحينه. اوكي. وليمون وثوم وملح. يلا بينا نشتغل. هتعملي ازاي؟ انت منورانا يا ندى. هتعمليها ازاي؟ الزبده؟ لا احنا ولا هتعملي ايه؟ البول، بس اجيب البول الاول. مش هنعمل الصوص اللي هيتحط فوقيه غير لما يستوي، احنا هندخله فرن تاني اصلا. بس هنعمل الحاجتين سريعا، يعني ما عندناش وقت ان احنا. تمام. هنحط اللحمه. اوكي. اجيب لك جوانتي لو انت حبيتي. طيب تمام. ده انت قولي لي انا عقبال ما تلبسي جوانتي احط. طيب ايه بقى اللحمه؟ بصل. احط البصل كله؟ اوكي. احط جزء منه. كل ما البصل يبقى كتير كل ما يكون احلى. اوكي حاضر. وفلفل اسود، وهنحط كل البهارات بقى. فلفل اسود طبعا، انا هحط فلفل اسود كتير عشان بحبها. وانا كمان. وبعدين احط ايه؟ احط بهارات ايه؟ دي عباره عن ايه؟ دي بهارات عاديه، الخمس بهارات. خمس بهارات. ادي بهارات، ادي قرفه، وقرفه، وشويه جوزة الطيب، مش كتير شويه يعني. جوزة الطيب مش كتير. ملح. وادي الملح. يبقى انا كده تبلت لك، صح كده؟ بعد كده هتعملي ايه بقى؟ بس هنروح جايبين الفايركس. فايركس بتاعك؟ يعني جيرانك اللي علموكي كل حاجة؟ مامي ما علمتكي خالص؟ لا لا والله أنا اللي اتعلمت لوحدي. حطيها كده نايف نايف، صح؟ بس هعجنها بس عشان. طيب في الأثناء دي أنت قلتي الصوص اللي بتعمل بقى أنا بدخلها الفرن، وبعدين بعد ما بتطلع من الفرن أكون عاملة الزبادي بالطحينة بالثوم على البارد برضو كله طبعا. على البارد، صح؟ مظبوط. يبقى كل أنا كوباية كده زبادي عليها معلقة طحينة. معلقة، يبقى دول أربع كوبايات زبادي، فدول أربع معالق طحينة. وأحط الثوم، مظبوط؟ الأكل السوري برضه جميل. ولا بلاش؟ أحط ملح ولا بلاش؟ لا شوية ملح صغير. اتعلمتي منهم إيه تاني أكل سوري حلو؟ اتعلمت الصفيحة. صفايح. الصفايح. وتعلمت تبوله. مسخن ولا مسخن؟ ده فلسطيني ده. لا فلسطيني. وتعلمت الفتوش لبناني بس. هي انا كده حضرت لك الصوص. احنا هنحط دي في في ده زبادي وطحينه بس يا مفيده، ولا حطيتي ملح؟ حطيت زبادي وطحينه وملح وثوم زي ما هي قالت لي. اللحمه المفرومه هندخلها الفرن الاول. هتستوي. اول ما هتطلع هقوم رش عليها، تكون دسمه. هقوم رش عليها الصوص ده ومدخلها الفرن تاني. تدخل تاني عشان تاخد بعد مش هدخلها الفرن، هدخلها الشوايه. الشوايه هتطلع بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، صح كده؟ صح. تعالي بقى نقول مقادير الحاجه الحلوه. الحلا طبعا لما كمان تزوقيها بشويه صنوبر كده على الوش بيبقى لطيف قوي. هنحط هناخد 8 بسكويت 8 باكت بسكويت مطحون وزبده، يعني حسب البسكويت اللي عندنا وحسب هيمتص قد ايه، وكيس كريم كراميل، واتنين معلقه شاي نسكافيه، اوكي، و8 معلقه لبن باودر، واربع علب زبادي، و8 معالق سكر. يعني السكر هيبقى نفس معيار اللبن البودر. طيب انت هنا هنعملها ازاي بقى؟ تمام. هنجيب ادي ده الثمن علب بسكوت بس يكون مطحون اكتر من كده. يكون ناعم يعني. مفروك قوي. صح، انت عايزاه مفروك قوي. وهنحط عليه الزبده بس تكون سايحه. احنا لازم نسيح الزبده. اوكي سوري انا يا نقلت الطاسه. انا نقلت الطاسه. يلا بعد كده حلو بقى. مش هتضربيها في العجانه ولا حاجه؟ لا لا بإيدي عادي.
تمام. هي عامه الزبده كلها سهله قوي كمان وطعمها حلو جدا. طيب احطي بقى بقيه الحاجات وعقبال ولا ده لازم دي كيس لازم تتعمل؟ لا لا عادي ده لوحده وده لوحده فممكن اعمل الاثنين في نفس الوقت. اوكي انا عقبال بس ما سيح لها الزبده اللي هنحطها على البسكوت هنحط الزبادي ده الزبادي هنعمل اللاير الثانيه. اوكي عشان هما تو لايرز لا لا 3 لايرز ثلاث طبقات يعني اللبن الباودر اوكي والسكر بالظبط. بكره عندنا حلقه على فكره ممتعه جدا جدا يعني ويعني تهم كل اسره يعني صاحبه المشكله بتقول ان بنتي بتحب استاذها اعمل ايه ماذا تفعل لو كنت مكاني طبعا وفقره الاستشاره العاطفيه والدكتور والنفسيه دكتور نبيل القط ان شاء الله هيشرفنا بكره وصاحبه المشكله هتتكلم معاها على الهواء ان شاء الله. انت كده انا كده ساحه الزبده اهي. طيب تمام احطيها هنا احطها لك على حسب ايدك عشان هتبقى سخنه حطيتها لك على البسكوت صح كده وبعدين بتفركي البسكوت. بقيتي شاطره فيه بحاول اساعدها عشان وقتنا ناس بتزعل من فقره المطبخ صغيره انا بعتذر النهارده لا الوقت كمان في بركه كمان مع ندى ايهاب يعني منورانا يعني بحاول بقدر احنا مقللين الكلام مع ندى وسايبينها تشتغل اساس ان احنا انا كده احنا عملنا ندى قولي لنا حطيتي ايه تاني احنا عارفين بسكوت مع مفيده بالزبده وانتي بتعملي ايه الزبادي واللبن الباودر والسكر وشويه فانيليا. اوكي شويه فانيليا. طيب انا بقى اجيب الطبق بتاعها صح كده البايركس لان اعتقد البايركس السكر بيدوب ولا لازم يبقى ناعم مثلا؟ لا لا عادي مش فارقه هو أحط. هيسيح في الفرن. أوكي. بيسيح احط لك اللاير دي صح كده يعني ده اللي بفهمه يعني ده اللي انا برضو فكره الزبادي مستخدماه في الحادق وفي الحلو ومش هيبان خالص ان هو طعم زبادي اساسا يعني هيكون راح اللبن اللي فيه طبعا خلاه خلاص بقى والسكر صح كده بس الحاله بس. دي تكون حلوه لو اتسابت تاني يوم هي يعني احسن تبقى تاني يوم وتقطعيها بسهوله بس انت حباها حابه ان هي تتعمل وتتاكل بعدها بيوم. طب دي فكره بسيطه لو جاي لك ضيوف تقدميها مع كافي كده تبقى لطيفه وسهله جدا كمان تعمل بسرعه بس عايزه اضغط لك على بتاع ده كده صح؟ ماشي انا صح؟ صح كده يا بنتي كترت مظبوط كده انا ايه؟ اتكيت لك على وبعدين بقى؟ ايه بس هنحط ال يلا ده. بس عايزه السباتشولا بس الفاتشي اللي بتنزلها اسهل اهي الصفرة دي بس دي فيها فيها كوف بس عندي واحدة تانية واحدة تانية اتفضل سريعا نقدر نحط اوكي بتدخل بقى قد ايه الفرن؟ حوالي ربع ساعة كده ربع ساعة لحد لما تهزيها كده ما تتهزش قوي اللاير اللي فوقانية وتاخد اللون لا لا ما بتاخدش اللون ما بتاخدش الجراتا عشان الزبادي صح كده؟ هي تجمد بس بفرشها كده على البتاع صح؟ مظبوط دلوقتي دي كده المرحلة بتاعت ان انا ادخلها الفرن الفرن وبعدين بعد كده بطلع اعمل ايه بقى؟ الطبق التاني اللير الأخيرة اللي هي هنحط مية مية اللي هي ايه بقى؟ هنشرحها لأصدقائنا هي تبقى لو بالثمن 8 بسكويت هتبقى كوباية مية اوكي طب نبتدي باللي موجود مية مفيدة هجيب لك اهي المية اهي معانا هتبقي ايه بقى مية؟ مية هنا احط على مية النار. على النار وبعدين لحد لما تغلي وبعد كده هنحط قد ايه مية تقريبا يعني كوباية مية كوباية مية دي اكتر من كوباية مية لا كتير كده قوي انا بوظت خلينا نغير دي وناخد واحدة تانية تمام ممكن تشرحي لي اثناء ما احنا شغالين عشان انا مش هنلحق نعملها تمام على الهواء نقدر نقول ان احنا هنحط كوباية مية وبعدين تمام بعد كده هنحط باكيت الكريم كراميل والاثنين معلقه نسكافيه وبس اول ما دي تغلي الميه اقوم حاطه الكريم كراميل الكريم كراميل ونسكافيه تطلع من الفرن اقوم حاطه عليها مدخلاها التلاجة ومدخلاها التلاجة تطلع بالمنظر اللي احنا الله شايفينه ده لطيفه جدا جدا ميرسي يا ندى ميرسي يا حبيبتي نورتينا نورك ميرسي وشكرا ميرسي جدا على وقتك ميرسي يا منى وتابعونا ان شاء الله بكره وحلقه جديده واستاذ مع الفرشه جديده